الدفاعات الوطنية مهمة أصبحت مرتبطة في جزئها الأكبر بالقوات الجوية ومدى فاعليتها. لذلك فسلاح الجو يعد رهانا استراتيجيا حقيقيا لدى كل جيوش العالم، نظرا لدوره الحيوي والحاسم في مسرح العمليات العسكرية، فإلى جانب تعدد مهامه يمتاز أيضا بالسرعة الفائقة والدقة المتناهية. الجيش الوطني الشعبي وفي ظل الاستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة دفاعية قوية ومتكاملة مواكبة للتطورات، يسعى بشكل متواصل ودائم نحو تطوير وتحديث وعصرنة قواتنا الجوية. في هذا العدد سنتطرق إلى الفوج الثالث للدفاع الجوي التابع لقيادة القوات الجوية، أين سنتعرف على مختلف النشاطات الجوية التي يقوم بها الفوج. عن مهام الفوج يقول قائده: ومن بين الوحدات الجوية القتالية التابعة لقيادة القوات الجوية الفوج، وفي إطار المهام القتالية المسندة إليه، يقوم بتنفيذ مهام المطاردة والاعتراض في الجو، كما يقوم أيضا إلى جانب المراقبة والتغطية الجوية بالمرافقة الجوية لطائرات القوات الجوية. يولي الفوج أهمية بالغة للتكوين سواء النظري أو التطبيقي للطيارين، مما يؤهلهم لاستخدام أسلحة ومعدات الطائرة المقاتلة بكفاءة عالية. تزويد الطيارين بفهم فني وعملياتي شامل لنظم القيادة والتحكم والاتصالات يزيد من القدرة القتالية ويرفع درجة الجاهزية ومستوى الفاعلية القتالية للفوج. يمتلك الفوج الثالث للدفاع الجوي ورشاة تقنية تتكفل بأعمال الصيانة وفق المستوى التقني المحدد. كما تقوم بإجراء مختلف عمليات المراقبة التقنية لكافة الأجهزة والمعدات وكذا إصلاح الأعطاب. تشرف على جاهزية الطائرات المقاتلة طواقم تقنية تتميز بالخبرة والكفاءة، فهي دائمة الحرص على ضمان جاهزية الطائرات المقاتلة. تختص ورشات النسق الثاني بكافة أعمال الصيانة وتصليح المبرمجة حفاظا على جاهزية الطائرات المقاتلة للفوج الثالث للدفاع الجوي. هذه العمليات تتم بإشراف طاقم تقني ذو كفاءة عالية بهدف ضمان جاهزية القصوى. قيادة القوات الجوية عمدت أيضا إلى توفير معدات جد متطورة خاصة بالأرصاد الجوية. متابعة الحالة الجوية عملية يشرف عليها طاقم متخصص ذو كفاءة عالية، ويسهر على تقديم كافة المعلومات الخاصة بحالات الطقس وكذا المعلومات التي يحتاجها الطيار المقاتل قبل القيام بأي طلعة جوية. يعد الفحص الطبي الذي يؤهل على إثره الطيارون ضروري قبل القيام بأي نشاط جوي، تفاديا للمخاطر الصحية التي قد تصيب الطيار أثناء تأدية أي مهمة مهما كان نوعها. وفقا للتقاليد المعمول بها في مجال الطيران، يعقد الاجتماع التحضيري قبل القيام بأي نشاط جوي، حيث يتم خلاله تقديم جميع الملخصات التقنية حول أمن الطيران، الأرصاد الجوية، حالة الملاحين الصحية، وسائل الاتصال، وبهذا تتم العمليات الجوية في انسجام تام وتنظيم محكم. بإعلان افتتاح النشاطات الجوية يتوجه كل طيار إلى قاعة الطوارئ والعمليات لتجهيز نفسه بلوازم الطيران الخاصة. سجل المتابعة ويتجه بعد ذلك إلى منطقة العمليات بالتالي.
التفتيش الخارجي للطائرة يعد إجراء ضروريا يتأكد خلاله الطيار المقاتل من جاهزية طائرته وعدم وجود أي جسم غريب بها. استخدام الأجهزة بالطريقة الصحيحة والمثلى والالتزام بقواعد السلامة وأمن الطيران عوامل تعد ضرورية للنجاح في عمليات الطيران. قيادة الفوج دائمة الحرص على التحضير القتالي الجيد والتدريب المتواصل، فالواقعية في التدريب هي من أهم مبادئ النجاح في التحضير القتالي، حيث يتم التدريب مسبقا على مختلف المهام المسندة للفوج الثالث للدفاع الجوي لبلوغ أقصى درجات التأهب والجاهزية. تساعد الطلعات الجوية الطيارين على تعلم القيادة في الجو واتخاذ القرار الناجح أثناء أداء مهامهم، كما تساعد أيضا على تبادل المعلومات بالطرق الصحيحة بين مختلف التشكيلات الجوية ومراكز القيادة في الأرض بالتحكم الجيد في أجهزة الاتصال. بإجراء مثل هذه الطلعات الجوية يرفع طيارو الطائرات المقاتلة من جاهزيتهم العملياتية والقدرة على الحركة الجوية من خلال التحكم في القتال الخاص بسلاح الطيران في كافة الظروف. القسط الأكبر من المعلومات والبيانات يتلقاه الطيار الآن وهو على متن الطائرة. النجاح في أداء المهمة القتالية بكل دقة وفعالية لن يكون إلا بالتنسيق الجيد من طرف الطيار من خلال الاستغلال الجيد لمهاراته في فنون الطيران والملاحة والعمليات باستخدام الرادار وغيره من المعدات وكذا التكتيكات الجوية. بنهاية كل طلعة جوية يتم أخذ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطائرة والتأكد من الأداء الدقيق لمختلف الأجهزة والمعدات الموجودة على المتن، ما يضمن أيضا وبصفة مستمرة سلامة الطيار المقاتل والجاهزية الكاملة والدائمة للطائرة المقاتلة. بعدما قمنا باسترجاع المعلومات الموجودة في العبة السوداء على مستوى الشريط، نقوم بإدخال الشريط
في جهاز التسجيل الآخر من أجل إفراغ المعلومات الموجودة في الشريط إلى الحاسوب في النظام المخصص للطائرة، وذلك من أجل الوقوف على مدى جاهزية الكاملة للطائرة المقاتلة. الطلعات الجوية الليلية نشاط آخر من النشاطات الجوية بالفوج الثالث للدفاع الجوي. قيام الطيارين بالتدريب المستمر على الطيران في ظروف الملاحة الجوية ليلا وفي ظروف الرؤية المنعدمة أمر في غاية الضرورة، لكي لا تكون مثل هذه الظروف عاملا يؤثر سلبا على القدرة القتالية للطيارين. الفوج الثالث للدفاع الجوي يسعى إلى إعداد منتسبيه فنيا وعملياتيا، كل في مجال اختصاصه، وذلك بتزويدهم بالمعلومات التي تؤهلهم وتزيد من كفاءتهم لتأدية مهامهم القتالية عبر إكسابهم روح التأهب لخوض المعارك الجوية بقوة وفعالية. فهم هنا وبإيمانهم العميق بأن نجاحهم في أداء مهامهم مرتبط أساسا بالتدريب الدائم والاستعداد المستمر وكذا الجاهزية القتالية العالية، ليكونوا فعلا حماة لأجوائنا الوطنية وقوة حقيقية للحماية والتصدي.